هنعمل النهارده الفرايد تشيكن بطريقه لطيفه وسهله، واعلمك ازاي تقلي الفراخ وهي نيه تبقى فرايد تشيكن لطيفه، وتعتمد على التتبيله بتاعه الفراخ ازاي تحضريها وتجهزيها وتنزل في الزيت وتطلع معاك كريسبه سبايسي او مش سبايسي حسب رغبه اولادك واسرتك اللي بيحبوه. هبدا باول حاجه تتبيله الفراخ، نشوف نتبيلها مع بعض ازاي اللي احنا هنعملها فرايد تشيكن النهارده كريسبي. المطاعم كتير مشهوره بتنافس بعضيها، تعالوا نشوف الشيف البغاز هيعملها لنا ازاي بطريقه سهله وبسيطه. المقادير على الشاشه، لا تتعدى اصابع اليد العشرة. معانا من الحليب تقريبا 1.5 كوب او 2 كوب بالشكل ده كده، حلو قوي ده الحليب. هنحط على الحليب ده يا عم الشيف 14 قطعه، بعض المطاعم بتقطعها 12 قطعه حسب الحجم يعني وحسب السعر. ده ملح وفلفل اسود معاهم كده زي الفل، وهحط كمان شويه فلفله حلوه. التتبيله دي بتساعد على تسويه الفراخ سريعا، وهحط كمان شويه كركم ده في اللبن كده، ونخليهم على جنب. حلو الكلام، ونقلبهم تقليبه، دي البدايه الخلطه دي، واسيب الفراخ منقوعه فيها لمده 2 3 4 ساعات. حطيها في التتبيله دي وحطها في الثلاجه لمده ليله كامله، ما تخافيش على مسؤوليتي. حلو، ناخد الفرخه بالشكل ده كده، نخلص من العمود الفقري بتاعها، سكينه حاميه تتوغل كده في ظهرها بالشكل ده كده اهي، ونشيل ده كده مش عايزينه، ونمسك الفرخه كده بالشكل ده كده، الجناح ده كده مناب، نشيل ده كله مش عايزه، نجي في النص كده بسكينه كبيره معلش، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، نجي في النص كده الفتحه دي مهمه تمام. الفرخه دي تقطع بالشكل ده كده، التفاصيل الصغيره دي كده، ونيجي على الصدر. مهم جدا التقطيع اللي انا بقطعها دي علشان تبقى زي اللي بتاكلها بره بالظبط. احنا مع بعض خطوه خطوه. اللهم صل على النبي، نشيل ده كده ونيجي على الورك ده كده اهو، شفت القطعيه ديت اهي، ده واحد حلوه، ونيجي على الشكل ده كده القطعيه دي وادي كمان قطعه حلوه قوي، ثلاثة على الصدر بالشكل ده كده ادي واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اثنين، وادي الجناح الحلو اللي انا بحبه ده كده، تقطع في البطاطا بالشكل ده كده عشان ادي واحد وادي كده من القطعه دي. نيجي نفس القصه في نص الفرخه الثاني بالشكل ده كده، حلو، نشيل الجلد ده كده ونوضبها علشان الدهون اللي فيها دي كده، ونيجي على الورك ده كده، انا بحب الدبوس ده لما بيتعمل كريسبي بيبقى لطيف وحلو. بص عليه كده، الدبوس ده كده بيستوي بسرعه بيبقى لحمه حلو زي الفل ما انا اسف معلش كلنا نجتهد حتى نشوف الصوره الحلوه، ونيجي في النص هنا كده لازم تكون السكينه بتاعتك حاميه بالشكل ده كده. اول حاجه نيجي هنا كده شفت الخطوه دي ونفس القصه هنا كده سكينتك حاميه وكبيره نفس القصه. الله، البوله الازاز اتملت فراخ ربنا مبارك فيها، فرخه حلال بنت حلال وادي الجناح زي الفل، دي الفراخ معايا زي الفل. بص عليها بقى كده، اللهم صل على النبي اهي اهي، دي اللي يعملوا كام؟ كنت بتعد ورايا شفيق؟ والله كتير تقريبا يعملوا 20 قطعة، بسم الله ما شاء الله، تكفي عيلة. سمي بسم الله ونحطها في التتبيلة دي يا عم الشيف زي ما هي كده، ونشيل كل حاجة من هنا مش عايزها، ما بحبش الدم أنا، زي الفل، يلا. كده أنا تبلت الفراخ، دي أول مرحلة. حلو؟ تبلنا الفراخ في التتبيلة الحلوة دي كده، بتسيبها على جنب، تحطها في التلاجة، تتبليها قبل ما تروح الشغل، تتبليها من بالليل طالما في نية الصبح تعملي فراخ كريسبي بالشكل ده كده. طول ما هي موجودة في الحليب والخلطة اللي أنا عملتها من الملح والفلفل والبابريكا والكركم، هي هتستوي لوحدها بمجرد ما تحطيها في قلب الخلطة اللي أنا هحطها التانية. نيجي على الخلطة التانية اللي هي خلطة الكريسبي، عبارة عن إيه؟ عبارة عن بقسماط موجود معانا حلو، ورقائق الذرة، نحط ده على ده بالشكل ده كده، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الأساتذة المصورين حبايبي
ازاي تعملي الكريسبي الاثنين مع بعض. بنحط عليهم بصل بودر، اللهم صل على النبي، توم بودر، اللهم صل على النبي، من النشا معلقتين، معلقتين مهمين جدا على فكره، هي اللي بتخليها كريسبي معاكي. اهو النشا معانا اهو، 1 2. حلو الكلام. والتوابل بتاعتنا كالاتي، اللهم صل على النبي، بابريكا، زعتر، ملح وفلفل. اهو اهو بابريكا تنزل كده معانا، من الزعتر شويه، الملح بتاعنا نظبط الدنيا فيه، فلفل اسود بالشكل ده كده، كل ده على البقسماط يا عم الشيف، كل ده على البقسماط. حلو قوي تركات المغازي. اوبا شويه كاري صغيرين اهو، حلو كاري بس خلاص. حلو الكلام، ناخد دول مع بعضيهم ونقلبهم كويس. حلو كده خلاص. اه التقليبه دي مهمه جدا. اه التقليبه ديت، اه الخلطه دي. هتقول لي يا شيف مغازي عشان اعمل فرخه، طب اللي باقي من ده يروح فين؟ يترمي؟ لا ازعل منك، انا ضد التبذير، انا معاكي في سند ليكي في المطبخ، خليكي توفري ازاي، ما تقوليش الحاجه غاليه. بص بقى يا اختي، يا امي، يا خالتي، يا عبتي، يا عروسه، يا مبتدئه في المطبخ، كل المقادير اللي انا قلبتها مع بعضيها هتاخد اللي انت عايزاه منه بالفراخ كده، لازم تكون كميه كده عشان تغوص جواها ونغلفها من الخارج والداخل، واقول لك ازاي تشيل من الخلطه ديت. الباقي عندك بتشيلي الكلاكيع الصغيره اللي تطلع منه، وبعد كده تحطيه في الفريزر. تاني المعلومه ديت، الباقي بتشيلي الكلاكيع الصغيره منه براحه كده، بتنقيها يعني عشان اللي تبقى واخده رطوبه، وتشيلي الباقي في كيس في قلب الفريزر، استخدميه مره تانيه في فراخ في سمك زي ما انت حابب. اه زي الفل. وتعالوا نشتغل في الفراخ بتاعتنا عشان الزيت جاهز. نشيل الفراخ دي من هنا كده زي الفل. معانا دقيق، شويه دقيق حلوين كده. بص بقى هتبل الفراخ ازاي. اه تطلع من الخلطه دي كده، تتحط في الدقيق. اه 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 واقلبها في الدقيق كده، ركزي معايا، دي مهمه جدا الخطوه دي. اه 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 في الدقيق ده كده، حلو. وانزلها تاني في الشربات ده كده، تطلع من الشربات ده على البقسماط تاني. اه تطلع من الشربات على البقسماط، تنزل في الدقيق، وتطلع من الدقيق على الشربات بتاعها، مش الشربات، التتبيله، معلش الشربات واخد خاطف في عينيا يعني، ماشي. اه تطلع من الدقيق على التتبيله اللي هي الميه، وتنزل في البقسماط. اه اه الخطوه دي مهمه جدا، خلي بالك من الدقيق زي ما هي كده، تنزل اه تنزل في المقادير كده. اه ونفس القصه اهو، المقادير على الشاشه اهو، في الدقيق. اه ده الفرخه بسم الله ما شاء الله تقريبا والله عامله 30 قطعه، بسم الله ما شاء الله. دي فرخه ولا فرختين دول؟ المال الحلال ربنا يبارك فيه. اهو في قلب الدقيق عبد الشيف اهو، اهو اهو زي ما انا شغال كده اهو. وتطلع من الدقيق، تطلع من الدقيق على فين؟ على هنا، على بيت العز، ومن بيت العز على البقسماط. اه اه الخلطه دي اه الحليب اه، مفيش بيض ولا حاجه، التشيكن فرايد تشيكن كريسبي ما بتاخدش بيض بالطريقه اللي انا شغال بيها دي كده. اه 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 تاني اه في البقسماط اه، حط كده في البقسماط اه، ونغلفها تاني يا عم الشيف في البقسماط اه. نشتغل كده، بحبش الاكله اللي فيها بقسماط دي خالص من صغري والله العظيم، وانا بتعلم المهنه دي. ليه بقى؟ كركبه، ولا اعرف اتكلم في التليفون، ولا اعرف اعمل اي حاجه خالص. اهو 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 بص احط كده اهو، اللهم صل على النبي. اهو ابدا بقى اجهز الخلطه دي واطلعها على الزيت، عدي بيسخن الزيت بيسخن يا عم الشيف. هنبدا نطلع اللي احنا نطلعه، نحطهم في طبق كده جانبي، معلش. اهو اللهم صل على النبي. اهو مخرجنا الجميل اهو 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 شغال سريع انا، معلش علشان عايز احط دول في الزيت، علشان عندي عيش السراي عايز اقفله. اهو 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 حاضر، اللي يجهز احطه في الزيت يعني. حاضر يا حبيب قلبي، عينيا لك. اهو ادي الفراخ، طريقه سهله وبسيطه، تقطعي الفرخه بالعدد اللي انا عامله دلوقتي، هعد دلوقتي هعد. اهو اهو التتبيله ديت، شامي ريحه التتبيله في ايديا، فيها بصل بودر، فيها توم بودر اهو، ممكن تحط جنزبيل بودر، مش هيقول لا. اهو اهم حاجه الخطوه اللي انا عملتها ايه هي؟ حطيتها في الدقيق، طلعتها من التتبيله، حطيتها في الدقيق، وطلعت من الدقيق تاني، نزلت على الخلطه علشان تديني ماده مغلفه تشيل بقسماط اهي، لان ما بتاخدش بيض دي. اه زي الفل. اه
الفراخ اهي زي الفل، الزيت يسخن، خلي بالك الحته دي مهمه جدا، الزيت يسخن يبقى شديد الحراره، تنزل الفراخ في قلبه. حلو الكلام، دي المرحله بتاعت عمل الفراخ كريسبي، ونروق المطبخ بتاعنا عشان نقدم السفره بتاعتنا. تاني الفراخ اتعملت ازاي؟ استاذنك يا استاذه رحاب رمضان كريم بس عشان بيسالوا كتير على الفراخ الكريسبي، مقاديرها على الشاشه ونجيبها وهي عند الزيت كده. المراحل بتاعتها تتبيله في الحليب مع ملح وفلفل، شويه بهارات حلوين من البابريكا، شويه كركم كده زي الفل، وبعدين نسيبها تتبل مع عصره ليمون. بعد ما تتبل لمده ساعه ساعتين مفيش اي مشكله، بتاخديها تحطيها في قلب الدقيق اللي انا حطيته دلوقتي، وتطلع من الدقيق تغزل على بقسماط مخلوط بتوم باودر وبصل باودر وشويه بهارات من البابريكا والزعتر والكاري عشان تبقى طعمها حلوه، عايزاها سبايسي حط شويه شطه وخلي قلبك جامد. تعالوا نشوف الفراخ اخبارها ايه مع بعض. ننزل في قلب الزيت، يلا يلا يلا، اهو اهو الزيت، اهو اهو، بص على الفراخ، بص على الحلاوه، اهو ما تقلبهاش، سيبها زي ما هي. الفراخ الكريسبي لما تحطها في قلب الزيت، نصيحة من الشيف المغازي، بتخليها زي ما هي ولا تقربي منها، سيبيها براحتها كده. على ما نعمل شوية بطاطس بوريه حلوين قوي، نعملهم مع بعض سريعا كده. نعمل بطاطس بوريه ازاي؟ طاسة على النار، اهي اللهم صل على النبي، نار شديدة زي دي كده، اهو حلو النار دي تمام زي الفل، ونحط معلقة سمنة بلدي. أعمل بطاطس بوريه ازاي؟ للولاد بيحبوها يا شيف، اهو معلقة سمنة بلدي حلوة قوي، وأحط على السمنة البلدي دي شوية حليب. حلو قوي، على السمنه البلدي دي شويه حليب، اهو اهو، والسمنه تسيح مع الحليب بالشكل ده كده، واتبل الحليب مع السمنه بشويه ملح وشويه فلفل. هعلمك ازاي تعملي بطاطس بوريه في منت، اهو اهو، ملح فلفل. انا مش بحب الفلفل الابيض عموما يعني، قلت بعض الشيفيه تحط فلفل ابيض حسب الرغبه، دي مدارس، انا مش بحبه. ادوب السمنه في الحليب وانزل بالبطاطس البوريه يا عم الشيف في قلب الخلطه دي، وادعي لي. ونقلبها كويس. احلى بطاطس بوريه هتاكليها. ونقلبها كويس. بعد التقليبه دي بتجهز طبق للتقديم مباشره. تقليبه حلوه كده، ممكن بمضرب، ممكن بمعلقه خشب، بس معلقه الخشب دي تكون نظيفه. الفراخ بتستوي في قلب الزيت. شفت البطاطس البوريه ديت؟ هتاكلي صوابعك وراها. سيبها على النار كده، نار شديده كده، الله. تحطي زبده ماشي بدل السمنه ماشي حسب الرغبه. الله، انا بعشق البطاطس البوريه بالفلفل الاسود، والبطاطس المقليه بالفلفل الاسود، من عشاقها. طبق التقديم بسرعه، يلا اهو. دي بطاطس بوريه عدل الفراخ اللي انا محمرها في الزيت. جاهز البطاطس، طبق التقديم معايا زي الفل اهو، طبق حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. يلا ممكن نرص حواليها فراخ زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، حلو قوي، تمام، تسلم ايدك يا عم الشيف. تعالوا نغرف معاها الفراخ اللي بتتحمر دي كده، واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. لا دي بطاطس بقى ايه، عسل فطار، جميله جدا، والباقي عندي خلاها على السحور. واقول لك على معلومه كمان، ما تزعليش مني، اللي بقى عندك في الثلاجه تاني يوم تعملها بوريك، حط لها بيض واعملها بوريك في البطاطس، حط لها بيض ولحمه مفرومه ناعمين. حاضر يا فندم، اهو اهو زي الفل، تمام. دي بطاطس بوريه اهي زي الفل، زينا كده. هطلع الفراخ بس كده وعلى طول وهختم واجري. حلو قوي. اخبار البطاطس الفراخ ايه؟ بص على الفراخ بقى كده، بص على الفراخ، انا ما قلبتهاش خالص ولا جيت جنبها، بص عليها، اهي 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 اهي، استوت يا غالي، استوت يا غالي. ده انا مقطع الفرخه 20 قطعه، بسم الله ما شاء الله، الفراخ استوت جاهزه، طبق التقديم بسرعه اهو. حلو قوي، الله الله، سامع الصوت ده؟ سامع الصوت ده؟ صوت القرمشه دي اهو، ما شاء الله. هتعرف الورك بالصدر ازاي؟ انا عارف الدبوس بس هنا والصدر، ما شاء الله، الله الله، حلو. نحمر التانيين دول ولا معلش وقت؟ حاضر يا فندم، حاضر حاضر حاضر، شوية بهارات حلوين كده، شوية بهارات حلوين كده، هو ده
هو ده، دي الفراخ عدل الايه؟ البطاطس البوريه. Thank you.